أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. المجلس الوطني التأسيسي يصادق على 10 فصول من قانون المالية التكميلي. مؤسسة الأرشيف الوطني تتسلم وثائق منهوبة من رئاسة الجمهورية. انفجارة تهز مدينتين سوريتين ودمشق تدق نواقص الخطر. أهلا بكم. صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس الجمعة بباردو على 10 فصول من قانون المالية التكميلي لسنة 12 و2000 من الفصل 14 إلى الفصل 23. وتقدم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي بجملة من المقترحات لإثراء وتدقيق بعض هذه الفصول التي تم عرضها على التصويت. وقد وردت هذه الفصول في باب إجراءات للمصالحة الوطنية مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم. استقبل رئيس الحكومة المؤقت السيد حماد جبالي صباح اليوم بضاحية جمارت بالعاصمة المديرة العامة لمنظمة اليونسكو السيدة إيرينا ياكوفا التي تؤدي الوفد المرافق لها زيارة أولى إلى تونس بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي لمنظمة اليونسكو في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة. ونوه رئيس الحكومة من جهته خلال اللقاء بمبادرة منظمة اليونسكو اختيار تونس الثورة والكرامة للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، معربا عن ارتياحه لقرار المنظمة فتح مكتب لها بتونس. تسلمت اليوم مؤسسة الأرشيف الوطني 527 وثيقة تم العثور عليها بمخازن رئاسة الجمهورية، وأوضح مدير الديوان الرئاسي السيد عماد الدايمي لدى إشرافه على عملية تسليم هذه الوثائق أنه تم العثور عليها صدفة بمخازن رئاسة الجمهورية، مؤكدا حرص رئيس الدولة السيد محمد المصف المرزوقي على تسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني حيث ستحفظ بأسلوب علمي وسيستفاد منها على جميع الأصعدة على حد قوله. ومن الشأن الوطني إلى الشأن العالمي وننطلق من سوريا، حيث أفاد ناشطون سوريون أن انفجارات هزت صباح اليوم مدينتي دمشق وحلب مخلفة عددا كبيرا من القتلى والجرحى. من جهته دعا المجلس الوطني السوري المعارض المراقبين الدوليين إلى حضور تشييع 9 متظاهرين قتلوا أمس برصاص الأمن في مظاهرات بالعاصمة دمشق. إلى مصر حيث قتل شخصان على الأقل، أحدهما جندي، وأصيب حوالي 300 شخص آخرين بجروح في صدامات عنيفة دارت الجمعة في محيط وزارة الدفاع المصرية وسط العاصمة القاهرة بين متظاهرين مناهضين للمجلس العسكري الحاكم وقوة الجيش المصري في تطور رفع منسوب التوتر قبل أقل من 3 أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية المصرية. وإثر هذه الصدامات أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد منذ تنحيه طرح الرئيس السابق محمد حسني مبارك في شهر فبراير 11 و2000 فرضه حظر التجول في محيط وزارة الدفاع، في حين أعلنت النيابة العامة العسكرية اعتقال حوالي 170 شخصا تورطوا حسب مصادر عسكرية في أحداث عنف وشغب. إلى أخبار السباق الانتخابي الفرنسي، حيث أنهى فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية حملتهما الانتخابية التي اتسمت حسب محللين سياسيين بالحدة، في انتظار الموعد الحاسم يوم الأحد المقبل للإعلان النهائي عن الرئيس السابع لقصر الإليزيه. ونختتم نشرتنا بهذا الخبر الرياضي، حيث نظر المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم خلال اجتماعه مساء أمس برئاسة السيد وديع الجري في عدد من المواضيع المتعلقة أساسا بتنقيح بعض القوانين الرياضية إضافة إلى المجلة التأديبية ومنظومة التحكيم والعقوبات الرياضية. في نهاية النشرة تذكير بأهم العناوين. المجلس الوطني التأسيسي يصادق على 10 فصول من القانون المالية التكميلي. مؤسسة الأرشيف الوطني تسلم وثائق منهوبة من مخازن رئاسة الجمهورية. انفجارات تهز مدينتين سوريتين ودمشق تدق نواقص الخطر. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.